السيدات والسادة، يعيش قطاع غزة أزمة غير مسبوقة وكارثة إنسانية حقيقية لا يمكن للمجتمع الدولي مواصلة غض الطرف عنها. وهذا ما جعل صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس يدعو إلى صحوة الضمير الإنساني لوقف قتل النفس البشرية التي كرمها الله عز وجل، وتعبئة كل الجهود لوضع حد لهذه الوضعية. ولن يتم ذلك إلا بالوقف الفوري والشامل والمستدام للحرب الإسرائيلية على غزة، ولن يتم ذلك إلا بضمان حماية المدنيين وعدم استهدافهم، والوقف عن القصف العشوائي للمستشفيات والمدارس ودور العبادة. لن يتم ذلك إلا بالسماح بإيصال المساعدات الإنسانية بانسيابية وبكميات كافية لساكنة غزة، ولن يتم ذلك إلا بحماية الفلسطينيين من التهجير من وطنهم وإرساء أفق سياسي للقضية الفلسطينية كفيل بإنعاش حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.